والنقطة الثانية شهادة الأسفار المقدسة للسيد المسيح. حاجتين مرتبطين ببعض. ونتكلم عن السيد المسيح في سفر أيوب. شهادة السيد المسيح للأسفار المقدسة في يوحنا إصحاح 8 بيقول: إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. وبيقول تاني في يوحنا 5: موسى كتب عني. ويقول في يوحنا 8: داود يدعوني ربا. بموجب الثلاث آيات اللي أنا قلتهم نبحث عن السيد المسيح في أسفار العهد القديم. اللي يؤمنوا بالسيد المسيح كإله يؤمنوا به، يؤمنوا بكل كلمة يقولها. لما السيد المسيح يقول إبراهيم تهلل بأن يرى يومي، يبقى لو كانت سيرة أبو الآباء إبراهيم خرافة كما يقولون، ما كانش أيضا السيد المسيح قال هذا، وما كانش قال موسى كتب عني. إن أسفار موسى النبي اتكتبت بعد وجود إبراهيم بمئات السنين، وما كانش السيد المسيح اقتبس الآية اللي بتدل على ربوبيته. لو كان سفر المزامير ده اتكتب في أيام المكابيين، في ناس بتقول كده، يهاجموا الكتاب المقدس ويشككوا في صحته وفي الربط بين العهد القديم والعهد الجديد. السيد المسيح كان يضع اعتبار كبير جدا لأسفار موسى، وكان يعتبر أسفار موسى حقيقية وليست كتبا قديمة. فبيقول: أليس موسى قد أعطاكم الناموس وليس أحد منكم يعمل بالناموس؟ يوحنا 7: لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني. فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامي؟ والحقيقة أن السيد المسيح لام الفريسيين على التقاليد اللي نزلوها منزلة شريعة موسى، وقال لهم مبطلين كلام الله، وقال للأبرص اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة له. طبعا في كل ما نقول نلاقي أن الكتاب المقدس ورانا بصورة واضحة أن السيد المسيح أخذ كلام كتير من العهد القديم. لما حصل أن السيد المسيح تقابل مع إبليس ليجربه، بصراحة لم يشأ السيد المسيح أن يغلبه بإعلان المجد الإلهي ولا بالقوة الفائقة الطبيعة، ولكن استخدم الكلمة المكتوبة ليعلمنا كيف نحارب هذا الخصم. طبعا استخدم إجابات من سفر التثنية اللي هو موجود في التوراة. طبعا ناس كتير
يهاجموا هذا السفر ويقولوا إن هذا السفر مختلق في زمن يشوع ابن نون ونسب إلى موسى عشان يقولوا في إصلاحات عايزين يعملوها. لكن لا يعقل أن السيد المسيح الذي هو الحق بذاته يؤيد كتاب أو يلجأ إلى ساعة التجربة الخطرة عشان يحارب أبو الكذابين. وطبعا هنا السيد المسيح في خدمته الجهارية في مجمع الناصرة استخدم آيات من إشعياء النبي اللي هو بيقول فيها: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب. اليوم قد تم هذا المكتوب فيما سمعكم. وفي الموعظة على الجبل بيقول: لا تظنوا أني جئت لأنقد الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقد بل لأكمل. فإني الحق أقول لكم، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. طبعا في أيامنا إحنا كثرت الكتب أو الحاجات التي تؤلف عن الكتاب المقدس، ولكن قلب صورة واضحة جدا الناس اللي بتقرأ الكتاب المقدس بعهده القديم والجديد. عشان كده قليل قوي مننا اللي يعرفوا الاقتباسات اللي أخذها السيد المسيح من أسفار العهد القديم. وأنا بشكر الآباء لأنهم اختاروا هذا الموضوع لكي نستطيع أن نعرف أن العهدين مرتبطين معا، ولا نستطيع أن ننكر وجود العهد القديم. طبعا السيد المسيح أشار إلى 20 شخص من أشخاص العهد القديم، ودول موجودين في 19 سفر، وأثبت لنا هذا الكلام في خلق الإنسان، طريقة الجواز، تاريخ نوح وإبراهيم ولوط، وإزاي انقلبت سدوم وعمورة، والكلام ده موجود في سفر التكوين، إزاي ظهر الله لموسى في العليقة، والكلام اللي عن المن والوصايا. إيه الضريبة أو المفروض يتقدم موجودة في سفر الخروج؟ الشرائع التقصية، الشريعة الأدبية اللي هي تحب قريبك كنفسك، كل هذه الشرائع موجودة في سفر اللاويين. أشار إلى الحية النحاسية، شريعة النزور، وأقول إيه، ذكر هروب داود إلى نوب ومجد سليمان وزيارة ملكة سبأ ونزول إلي عند أرملة بيت صرفة صيدا، إبراء نعمان السورياني، وإزاي قتل زكريا كما ورد في الأسفار التاريخية. أكتر من كده سفر المزامير. سفر المزامير كان لي انطباع في ذاكرة الرب يسوع ويقول لهم: أما قرأتم ومكتوب، ولا يمكن أن ينقض المكتوب، الكتب تشهد لي، ينبغي أن يتم الكتاب. أما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس إله أموات بل إله أحياء. طبعا كان بيحارب ضلالة الصدوقيين عشان ما بيعرفوش الكتب، وكان بيبرهن ليهم على حقيقة القيامة اللي كانوا بينكروها. ولما قرب من الصليب
قال لهم احنا صاعدين لأورشليم وسيتم كل ما هو مكتوب بالانبياء عن ابن الانسان. طبعا ليله لما هو بيسلموه الاعداء اشار 3 مرات في سفح جبل الزيتون الى اتمام النبوات. قال 7 كلمات عن الصليب، 3 منهم من الكتاب المقدس، واسلم الروح بتاعه وهو على لسانه احدى هذه الكلمات. يوم القيامه قال للتلميذين المنطلقين الى عمواس: ايها الغبيان والبطيء القلوب في الايمان، بجميع ما تكلم به الانبياء، اما كان ينبغي ان المسيح يتالم بهذا ويدخل الى مجده؟ ثم ابتدا من موسى ومن جميع الانبياء يفسر لهم الامور المختصه به في جميع الكتب. دي موجوده في لوقا 24. ما اثبتش الاسفار بس، بل اثبت التفسير ان العهد القديم بجملته يشهد لمسيح العهد الجديد. طبعا ظهر للـ11 وقال لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وانا بعد معكم، انه لابد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء والمزامير. طبعا بعد كده ذهنهم اتفتح وبداوا يفهموا ايه هو المكتوب، ان المسيح يتالم ويقوم من الاموات في اليوم الثالث. طبعا انا عايز اقول هذا الكلام ليه؟ ان في سفر الرؤيا، سفر الرؤيا اصحاح 1 بيقول: لا تخف، انا هو الاول والاخر والحي، وكنت ميتا وها انا حي الى ابد الابدين، امين، ولي مفاتيح الهاويه والموت. مشير الى نفسه الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد يفتح. خد 2 أو 2 موجودين في نبوه اشعياء: رب الجنود انا الاول وانا الاخر ولا اله غيري، دي في اشعياء 44، ويقول: واجعل مفتاح بيت داود على كتفه فيفتح وليس من يغلق ويغلق وليس من يفتح، دي في إشعياء 22. طبعا أنا بقول هذا الكلام إن السيد المسيح أكد على صحة نبوات ونصوص أسفار العهد القديم، وأنه لم يحدث لها أي حذف أو أي إضافة أو تحريف أو تزوير كما يزعم البعض، وكلنا عارفين هذه الأسباب. عشان كده وإحنا نشتغل وإحنا بنقول نجد باستمرار أن الكتاب المقدس محفوظ باستمرار من أي حذف أو إضافة، ولا يوجد تحريف ولا أي كلام نسمع عنه. إن طلع حد يقول لك قصة آدم وحواء قصة رمزية مش موجودة، يطلع واحد يقول لك مش كل الكلام ده مش مظبوط، لأن كل آية في الكتاب المقدس في العهد الجديد والعهد القديم مرتبطين ببعض.